قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى لبى داعية وأجاب منادية وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزكى الله هذه الأنفس الكريمة وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة ولا هروبا من الواقع بل أقدمها تصحيحا للواقع أذكر فيها نفسي وإخواني وأخواتي بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة للعمل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ليزداد المؤمن إيمانا بالله جل وعلا وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليرجع الشارد وليتوب العاصي من أمثالي إلى الله سبحانه وتعالى ولازلت أتحدث معكم أيها الأفاضل عن علامات الساعة الصغرى وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى وتوفيقه ومدده في علامة خطيرة انتشرت بصورة مروعة كلما قرأت
وطالعت ورأيت المشاهد التي تخلع القلوب في نشرات الأخبار عبر الفضائيات أو من خلال الإذاعات أو من خلال الجرائد والمجلات، والله الذي لا إله غيره يزداد حبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزداد إيماني ويزداد يقيني في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من شيء وقع أو هو واقع أو سيقع في الكون بين يدي الساعة إلا وأخبر عنه، فوقع بمثل ما أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. علامة الليلة هي كثرة القتل، كثرة القتل. تريد أن تقول لنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تحدث عن صور القتل البشعة التي نراها الآن في أي نشرة بلا استثناء من نشرات الأخبار؟ ولا أكون مبالغا إن قلت لا تخلو نشرة أخبار ولا تخلو جريدة سياسية إلا وقد تحدثت عن هذه الجريمة النكراء، عن هذه الدماء التي تسفح التي تسفك، وعن هذه الأشلاء التي تمزق في كل بقاع الأرض، في كل بقاع الأرض. تريد أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تحدث عن هذا وأخبر عن هذا وأن هذا القتل سيقع بهذه الصورة البشعة؟ نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. هات ما قال، هات ما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. تدبر معي وأعرني الليلة سمعك وقلبك وكيانك، ولا تغفل عن الصلاة والسلام على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال؟ روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. يا الله، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتدبر هذه الرواية، تدبر هذه الرواية. أقول الحديث رواه مسلم وغيره، لا أريد أن أطيل النفس في التخريج، رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، وهو الصادق الذي يحتاج إلى قسم ومع ذلك يقسم الصادق، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. الرواية دي تاني، خلي بالك، والله لا تنشغل. رسول الله يقسم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وأنا أطالع
بعض الحوارات التي أجريت مع بعض الجنود التي جاءت من أقصى الأرض من أمريكا إلى قلب العراق أو من بريطانيا أو من إيطاليا أو من استراليا من آخر الأرض إلى قلب العراق، أجرت بعض الجرائد بعض الحوارات مع بعض الجنود، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لا يدري، لا يدري، لا يعرف. ثم هذا الذي يركب طائرته أو دبابته ويبيد، لا أقول بيتا بل مدينة بأكملها بل دولة بأكملها، يلقي أطنانا هائلة من الأسلحة، بل من الأسلحة المحرمة والمجرمة دوليا، هذا إن كان أولئك يحترمون القوانين الدولية، إن كانوا يحترمون القوانين الدولية، يلقون بآلاف الأطنان من الأسلحة الفتاكة المحرمة المجرمة التي تفني في التو واللحظة المئات بل الآلاف، التي تبيد المدن والمدارس والمصانع والمزارع، والتي تحول الأجسام البشرية إلى أشلاء وإلى أكوام من اللحم المتمزق وإلى بحور من الدماء، حتى صارت الدماء الآن أرخص من التراب، صارت الدماء الآن أرخص من التراب. لا يدري هذا القاتل الذي ألقى بهذه الحمولة الرهيبة لتبيد هذه الآلاف من البشر، لتبيد آلاف البشر، لا يدري، لا يدري لماذا قتل. وهذا المسكين الذي لا ناقة له ولا جمل، هذا الشيخ الكبير الذي مزقت أشلاؤه، وهذا الطفل الوديع الذي نام على أحلامه فتفجر جسده بهذه الأطنان من القاذفات والراجمات والصواريخ والطائرات، الذي سمع الرعب ومات قبل أن يموت حقا، مات بالفزع قبل أن يموت وقبل أن تفارق روحه بدنه، وهو الطفل الصغير الوديع، بل وهو الرضيع الذي لا زال في لفائفه، ما ذنبه؟ لماذا قتل؟ هو لا يدري لماذا قتل. هذه المرأة المسكينة التي لا تحمل سلاحا، التي تجلس في بيتها بين أولادها، وفجأة ترى أولادها يمزقون أمام عينيها وبين يديها، وربما تتمزق أشلاؤها هي الأخرى، لا تدري لماذا قتل أولادها، ولماذا قتل زوجها، ولماذا قتل أبوها، ولماذا قتلت هي. لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. جريمة بشعة، جريمة ورب الكعبة تحرق الفؤاد. والله ما من نشرة من نشرات الأخبار تراها العين إلا وتدمع، إلا وتبكي، يراها الإنسان إلا ويتمزق فؤاده، إلا ويتمزق ويتفتت كبده على هذه الدماء الرخيصة التي تسفح كل يوم، بل ورب الكعبة لا أبالغ إن قلت التي تسفح كل ساعة، كل ساعة في العراق فقط. كم ألف، كم ألف في هذه السنوات القليلة الماضية، في الشهرين الماضيين فقط، وهذه إحصائيات رسمية لهيئة الأمم، قتل أكثر من 6,000، قتل أكثر من 6,000 رجل وامرأة وطفل. ليه؟ لماذا هذه الجثث التي تطفو على المياه، التي قطعت رؤوسها وألقيت في الغابات وعلى جوانب الطرقات، لماذا هذه الدماء التي خضبت الأرض في العراق، في لبنان، في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان، في الصومال، في السودان، في كل مكان، لماذا؟ لماذا صارت الدماء رخيصة إلى هذا الحد؟
والذي يدمي القلب أن تسفح الدماء وأن تمزق الأشلاء باسم الديمقراطية.